هل تواجه حالياً تحدي من تساقط الشعر أو الصلع؟ سواء كانت مؤقتة أو حالة مستمرة، يمكن أن يؤثر تساقط الشعر والصلع بشكل كبير على ثقة الشخص. وفي نهاية المطاف، يلعب شعرنا دوراً حيوياً في تشكيل هويتنا وشخصيتنا. إذا واجهت هذه المشكلة، فإن عيادة BTMS Wellness Clinic لديها الإجابة. إن فريق الأطباء المتخصصين لدينا على استعداد تام لتقديم مستوى جودة من الرعاية. ابدأ بفحص شعرك تحت المجهر الرقمي. يلتزم فريق متخصصي الشعر لدينا بالاستماع إلى مخاوفك وتحليل كل حالة على حدة. يمكن أن يحدث تساقط الشعر لعدة أسباب تشمل عوامل داخلية وخارجية. قد تشمل هذه العوامل الوراثية أو الهرمونات أو الإجهاد أو حتى بعض الأدوية. ومن خلال التحليل الدقيق سنحدد السبب الرئيسي لتساقط الشعر. الخطوة الأولى في علاجنا هي زيارة سبا للشعر. يتم تنظيف شعرك بعمق بواسطة آلة غسل فروة الرأس النفاثة. وبعد غسل الشعر، دلل نفسك بتدليك مريح للشعر باستخدام شامبو وسيروم بتركيبة خاصة. تتضمن الخطوة الثانية استخدام أحدث تقنيات الليزر لدينا لتحفيز خلايا الشعر في منطقة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر الجديد وتقوية جذور الشعر. في الخطوة الثالثة سيتم تطبيق العلاج بضوء اللاد الأحمر بتردد 633 نانومتر على فروة رأسك لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة وتقليل الالتهابات وتقوية جذور الشعر ومنع تساقط الشعر. في الخطوة الأخيرة يمكنك العناية بشعرك في المنزل باستخدام منتجاتنا اللطيفة على شعرك مما يضمن علاجاً متواصل. BTMS Wellness Clinic، عيشي حياة أطول بأكثر صحة وسعادة.